أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من يرد حديث افترقت اليهود على 71 فرقة الحديث ويحاول تضعيفه والتشكيك في صحته، هل فيه شبهة من الجهمية وأهل الأهواء؟ هذا قد يكون جاهل ومتعالم ويريد أنه يتكلم في أحاديث الرسول وهو لا يحسن ولا يتقن هذا، فهذا لا يجوز له أن يدخل في هذا الأمر يصحح ويضعف ويحسن بالأحاديث وهو ليس عنده أهلية لهذا الأمر. حديث الافتراق هذا مروي عدة طرق تقتضي بمجموعها صحة هذا الحديث ومتابعاتها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.